ايه ده يا عادل، انت بتعمل ايه؟ ناوي تكمل في كليه الهندسه ولا ايه؟ بس انا اللي اعرفه ان اللي بيقبلوهم في كليه الهندسه لازم مستوى ذكائهم يبقى عالي جدا. بعيد خالص عنك، انت ضحي. نو 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 جامي، ما تتكلميش ابدا عن مستوى ذكاء البيبي بتاعي، لان مستوى ذكائه يناطح مستوى ذكائي. حس ان هو طالع من نفس المنبع. ربنا يخليكي ليا. هي اساسا سناء مستوى ذكائها تحت المتوسط. زي البحر الابيض المتوسط، صح؟ يبقى اجيب لها من فضلك ضفدعات بشريات علشان يطلعوا منها الذكاء بتاعها. خفه وشفه يا مجيده، خفه وشفه. شرب شرب منه لله اللي كان السبب اللي قعدك معانا في البيت. شتت بابا، هو ايه ده صحيح؟ حبيبتي دي رسومات هندسيه، دي عشان نظام تأمين صناعي للأماكن كلها. الله، هو أنت هتأمن على حياتك يا عادل؟ لا 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 يا حماتي، لا يا أنتي، هو يقصد يقول إن هو بيكلم عن الأمن الاصطناعي. اصطناعي؟ والله ما حد فاهم حاجة يا رانيا. طب أنت اللي فاهم يعني؟ يعني أنت اللي بتفهم اللي فينا؟ طب يا بتاع الذكاء، أنت عالي الجودة، فهمنا يا أخويا. ماشي أفهمك، بس عشان إيه نخلص من الوش ووجع الدماغ بتاعك. دلوقتي أنا بعمل نظام تأمين صناعي ضد الحرايق عشان ما يحصلناش زي ما حصل للمعلم دقه. هو حصل له ايه؟ معلم دقه ده بتاع الكشري اللي جنبينا، المحل بتاعه ولع. بس هو يستاهل، هو يستاهل، اصل هو اساسا كان راجل رزل كده، هو بيقعد يغلس عليا. فالحمد لله المحل بتاعه ولع، وكل الزباين بتوعه ما لقوش المحل بتاعه، بقى ييجوا في المحل بتاعي. بس اللي اعرفه بقى يا ابي ان موضوع الامن الصناعي ده بتعمله شركات. شركات؟ ده كان زمان يا ماما، قبل ما يدخل عادل سعيد في وسط الحكايه. ليه يا بيبي؟ ليه يا حبيبي؟ ليه انت ليه؟ ما فيش شركه احسن يا حبيبي. شركتي انا سالت في الشركه يا رانيا، وانت فاكره ان انا ما سالتش؟ بس طلعوا بياخدوا فلوس كتيره جدا عشان كده. ايه ده ايه ده، انت شاكه في امكانياتي ولا ايه يا رانيا؟ كلنا عندنا شك في امكانياتك. رانيا انت شاكه في امكانياتي؟ انا اللي بكلمك، بصلي، انا مش رانيا. مالكيش دعوه يا سناء لو سمحتي. رانيا يا بيبي ابدا يا روحي، وانا انت حبيبي، انت هتعمل اللي انت عايزه. عادل سعيد مفيش زيه في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا رانيا، ربنا يخليك. ايه ده ايه ده؟ في ريحة حريقة؟ يا رب يا دلوقتي الحرق. الحمد لله الحمد لله. رانيا انا فكرت جديا ان احنا بجد لازم نعمل نظام تأمين هنا في البيت كمان. يا عادل لو ده بيعادل هنا البيت يا عادل، مالناش غير البيت يا عادل. انت متاكد من اللي انت بتعمله ده يا استاذ عادل؟ جرى ايه يا هيمه؟ القسط عادل، قصدي عادل بيه، متعلم وفاهم هو بيعمل ايه. يا ابني المساله بسيطه جدا، وما دام معاك كتالوج خلاص بتبقى كل حاجه سهله. يعني مثلا انت عندك في الكتالوج هنا دي كلها دوائر كهربائيه، يعني كل دايره بتسلم الدايره الثانيه، الدايره الثانيه تسلم الدايره الثالثه، يبقى كله دوائر انا بدورهم كلهم. والدنيا دواره عادل بيه. الدنيا دواره والعين مدواره. ولا هو المحل الكشري بتاع المعلم ده، انت كنت بتحب المحل ده؟ لا كان نفسي يبقى عندي واحد زيه. انا كده عرفت المحل ولع ازاي، منك لله. ايه يا استاذ عادل بس كده، الكهرباء جنب النار هتعمل مصيبه. يا ابني مفيش مصيبه ولا حاجه. اول حاجه الجهاز ده جهاز حساس جدا، ده بيبقى فيه سنسور يشم الدخان، اول ما يشم الدخان على طول يقوم مبلغ مين؟ السكس بلف. السكس بلف يقوم منزل ميه من هنا ومنزل ميه من هنا، مغرق الدنيا ميه بقى. بس احنا كده بقى هنغرق هنغرق هنغرق. يا اخي نغرق احسن من نولع. انت ايه قلقان على طول كده، على طول متشائم؟ يا ابني لو انت خايف انك انت تغرق انا هجيب لك عوامه، بس لو لقيتك ماشي في المحل من غير العوامه انت حر. يلا روح شوف شغلك تاكله. الله ينور عليك يا عادل بيه، انا سمعت انك انت بتعمل لايت سيستر في المحل بتاعك. لايت سيستر؟ وانا بعمل يعني سيستم مخصوص عشان الحرايق، يعني عشان ما يحصلناش زي ما حصل لغيرنا، يعني انت عارف طبعا يا حاج. يعني انت هتعمل محمول اوتوماتيكي
يبلغ المطاف لوحده؟ لا محمول ايه يا حاج؟ ده بص السيستم ده عباره عن ايه؟ السيستم ده جاي مستورد من بره، يعني مش من اي حته. السيستم ده بوصله اول ما يشم ريحه حريقه على طول يقوم مطفيها. الله، انا عايزك تعمل لي سنتر زي ده في المحل بتاعي، بس بعد ما عمال الدهان يخلصوا. بس على فكره هيكلفك كتير قوي يا حاج. بس انت هتكرمني برضه يا عادل بيه. ماشي يا سيدي، عارف انا بعمله للغرب في اي حته ب 2000 جنيه، بص كام قطعه. لكن عشان خاطرك هعمله لك ب 4000 جنيه بس، ايه رايك؟ الله يكرمك، خلاص اشتبينا. استبينا. اخلص عندي على طول السيستم ده واجي اعمله لك، بس احنا دلوقتي عايزين نعمل بيان عملي للتجربه، وكويس انك انت موجود عشان تشوف بنفسك التجربه عمليه بقى. بس انا عايز منك خدمه. عينيا. تعمل لي دش عندي في المحل عشان الزباين ساعه الحر يرش عليهم كده. لا بس الدش ده، الدش تقصد يعني، ده هيكلفك كتير يعني يا حاج. انت هتيجي عليا يا عادل بيه وبعدين؟ مش مسألة تيجي عليك، ده بص الدش ده عامل ازاي؟ ده بيقعد يطارد الحريقة، الحريقة تيجي كده يروح لها كده، تيجي كده يروح لها كده، يعني ده مش أي دش يعني يا حاج. خلاص هزودك 500 جنيه. خلاص استبينا، ونعمل دلوقتي تجربة عملية، أفتح بقية الزراير بتاعة السيستم. عندي 1 2 3 4 كده، الكهرباء كلها واصلة تمام. واصلة تمام، 100 100. ولا معتز؟ نعم يا عادل بيه. خد ياض، وصل الفيشة دي بسرعة. هنشوف دلوقتي التجربة عملية. الفيشة جاهزة. تمام تمام، تعال بقى يا حاج انا افرجك بقى على الشغل بقى. الشغل بقى، ايوه. ها بص، هو ده الدش. ايوه. ودلوقتي على فكره انا بعمل لك كمان جهاز ضد السرقه، ده يا سيدي مجانا فوق الجهاز اللي هو ضد الحريقه. كمان ضد الحراميه؟ امال ايه ضد الحراميه؟ امسك بقى، امسك الجهاز ده. ايوه. تمام. أيوة. كده احنا معانا الفيشه دي ومعانا الفيشه دي. وصل يا معتز. يلا ما بلاش عادل بيه، بلاش عادل بيه. بس يلا خلينا نشوف شغلنا. وصل يلا، وصل يلا. امسك يلا، امسك يلا. ده بالظبط النظام اللي انا عامله عشان تامين الشقه دي. رسم لكم الشقه كلها وعامل لكم المخارج عشان تعرفوا لو حصل اي مشكله او حريقه في البيت هتهربوا منين بالظبط. يعني هو انا كان عندي سؤال، هو انت مش ملاحظ ان انت مزودها شويه في التحرصات النقديه للامن القومي والمنزلي؟ رانيا حبيبتي انا لازم اعمل كده، ما دام بجد انا ما بقدرش اكروت، ما بقدرش، لازم اعمل كل حاجه صح قوي. الحارس الله يا عادل، ما احنا طول عمرنا كده وما حصلناش حاجه يا حبيبي. شوف 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 شوف، اولا عادل بيتكلم صحيح خالص خالص خالص، مش بيفكر زيكوا انتوا يا بلديون يا رعيعيين. انت بتتكلم صح يا بي، لان انا قريت على النت ان في حوادث كتير قوي بتحصل وبيكون السبب فيها ان التامين مش مظبوط. اهو كلام. الا قول لي يا عادل، ليه سؤال عندك يا اخويا، هو انت ليه حاطط كل الناس مخرجه من الباب وانا الوحيده اختك، اختك الوحيده سناء هنا على جنب مخرجها من الشباك؟ ما طبعا انا عارف ان مخك مش هيجيب يعني الفكر اللي انا بعمله، انا قصد حاجه لطيفه جدا وسهله جدا. حد يقول لي ايه؟ ليه؟ ان انا دلوقتي عامل مخرجين عشان ما تتكربسوش عند مخرج واحد. تقوم ترميني انا من الشباك؟ انا مش برميك يا ماما، ركزي كويس قوي في الرسمه، هتلاقي ان انا عامل لك سلم تنزلي من عليه. سلم انزل من عليه؟ وانت مش عارف ان انا بخاف من الاماكن العاليه وعندي فوبيا؟ ما عشان عندك فوبيا انا فكرت. بصي طول الوقت بفكر فيك يا سناء يا اختي يا حبيبتي، ان انا اعالجك من الفوبيا وانقذك لو ربنا اراد يعني. انت مالك انت ومالك؟ انت مالك وانت دكتور؟ عالج نفسك الاول وبعدين الدنيا انت من الشباك. خلاص يا اخوانا خليكم معايا عشان احنا هنعمل دلوقتي تجربه عمليه على النظام اللي انا عامله عشان نجرب لو حصل حقيقه ايه اللي هيحصل بالظبط. بص يا ستي انا هعمل لكم حاجه لطيفه جدا. انا عامل نظام عباره عن سنسور حساس، السنسور الحساس ده انا حاطه على الانبوبه بتاعه البوتاجاز اللي موجود في المطبخ. واو.
السنسور الحساس ده أول ما يشم شوفه يشم بس ريح الدخان يقوم هو مبلغ السكس بلف. السكس بلف أنا حطه فين؟ حد يقول لي فين؟ فين؟ عند الحنفية اللي موجودة في المطبخ اللي طالع منها عدة رشاشات، عشان أول ما يحصل الدخان يقوم ده مبلغ ده وده مبلغ ده، يقوم المية وتغرق الدنيا وعلى طول يعني. واو. فاهمة حاجة يا رانيا؟ يجنن يا حبيبي يجنن. هو ايه اللي يا والله العظيم انتوا الاتنين ما فاهمين حاجه، عشان شكلك هتغرقنا يا واد انت. والله انا هحاول، لو ما متيش محروقه تموتي غرقانه. ريحه غاز ايوه صح، غاز. في ريحه غاز، يبقى احنا نعمل الخطه نمره 2. حد يقول لي هي ايه؟ ايه الخطه نمره 2؟ ان كله يجري. انت بقى من الشباك يا عادل. يا سناء ما ينفعش الهزار ده. خونة خونة.